يقال إن 3 حجاج وربما 4 مروا وسط تلك الصحراء وقرروا بناء تلك المدينة التي تبعد أكثر من 600 كيلومترا عن العاصمة الموريتانية نواكشوط. في ذلك المكان تقع مدينة ودان التاريخية التي تصنفها اليونسكو ضمن التراث العالمي، ويعود تأسيسها للقرن 6 الهجري. ورغم وجودها وسط الصحراء، فقد سطع نجمها كمركز إشعاع علمي وثقافي، وأطلق على أحد شوارعها 40 عالماً. بنيت ودان في طريق القوافل التجارية، ما جعل لها أهميتها التجارية وسط الصحراء، بوصفها مجمعاً لطرق التجارة على المحور الغربي للبلاد. مكانة ودان الاقتصادية جعلتها مطمعاً للعديد من الغزاة، ما دفع سكانها لإنشاء سور عظيم يسد تطلعات الغزاة. العقود 3 الأولى من القرن 19 تعد فترة الازدهار الذهبية للمدينة بسبب موقعها المتميز والأمن والاستقرار اللذين وفرهما سور ودان، وكذلك كرم أهل المدينة الذي ذكروا في العديد من كتب التاريخ، إذ قيل عنهم إنهم كانوا يفتحون في كل حي داراً للضيافة. تتكون المدينة من جزئين، أحدهما غير مأهول بالسكان ويسمى المدينة القديمة، إلى جانب الجزء الآخر المأهول بالسكان ويضم العديد من المباني الإدارية الخاصة بالمدينة. ومع تطور الحياة سرعان ما تحولت ودان إلى مدينة تاريخية، وأصبحت موقعاً يجتذب السياح، بينما تشبث عدد قليل من سكانها بموطنهم الأصلي عن طريق خلق أنشطة زراعية واقتصادية وسياحية بديلة عن تجارة القوافل، والتي عاش عليها أجدادهم المؤسسون.